بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. متى نضع الثاني لأنثى عندها فراغ؟ في اليوم 17 لابد من وضع الثاني بتجهيزه وتحضيره كالعش الأول، ومن المستحسن أن تضعه قرب العش الأول الذي فيه الفراغ في العمر 17 يوما. هذه طريقة، وهناك طريقة أخرى تقوم بإزالة الفراغ من العش الأول ثم تضعه في العش الثاني وتترك الأنثى تبيض في العش الأول، يعني العش القديم. كانت هذه الطريقة التي أتتبعها. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور، في رعاية الله. Thank you.